يمكن في كتير من التصرفات محتاجين ان احنا نغيرها. عايزين نعرف امتى نحدد ان ده يعني استهلاك عادي او مصروفات عاديه، وما بين ان احنا لا دخلنا في دايره التبذير او الاسراف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الاولين وسيد الاخرين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه الى يوم الدين. بداية يعني كل عام وأنتم بخير، تقبل الله جل وعلا منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. هذا الشهر المبارك شهر رمضان، نسأل الله أن يخرجنا من رمضان وقد غفر الله جل وعلا لنا أجمعين ببركة الصلاة والسلام على سيد الأولين وسيد الآخرين. وبعد، الأسرة بين الإسراف والتدبير أو التدبير والإسراف، إمتى نعرف أن الشيء اللي احنا فيه ده إسراف وإمتى نعرف إن هو غير إسراف؟ أولاً تعريف الإسراف هو الشيء الزائد عن الحد، الحاجة الزائدة عن الحد. تعال كده نشوف الأسر عندنا في رمضان، هل الموائد في رمضان بتكون زيها في غير رمضان؟ لو كانت في هذا مثل تلك فيبقى هذه عادة، إنما لو زادت في رمضان عن غيرها من الشهور الأخرى فهنا يتدخل الأمر أو يتدخل الشيطان ويكون هناك بعض من الإسراف. بعض من الإسراف أن الأمر يزداد عن الحد في الطعام والشراب اللذان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الزيادة فيهما. زيادة في الطعام والشراب الذي جعل الله جل وعلا هذه الصفة، الذين لا يكثرون من الطعام ولا الشراب، من صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان. هذا الإسراف إذا زاد عن الحد يعني أثقل الإنسان، أثقل همومه وأثقل ظهره وأثقل أهمه وشغله عن عبادة ربه سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك بأمور أخرى، بتدبير المعيشة وبتدبير غيرها، فانصرف من الآخرة إلى الدنيا، فخسر الدنيا وخسر الآخرة بهذا الأمر. هذا الإسراف إذا نظر الإنسان إليه بعين أو بعين البصيرة وبعين الناقد، تعال كده نشوف الأمهات في رمضان بتقعد قد إيه في المطبخ، من أول ما بتصحى من النوم لحد ما مدفع الإفطار بيضرب، لحد ما السفرة بتتعدل للطعام، كل ده وهي شغلة نفسها بشيء واحد، إطعام الأولاد والزوج وفقط، إطعام أبدان وليس إطعام أرواح. فإذا تحول رمضان من إطعام الأرواح إلى إطعام الأبدان وفقط، فإننا في هذه الحالة قد أسرفنا. هناك إحصائية ولكن لم أقف على مصدرها، إن المسلمين للأسف إلا من رحم الله جل وعلا بينفقوا في شهر رمضان فقط ما يكفي من الطعام لثلاثة أشهر في غير رمضان، وهذه حقيقة. انظر حضرتك للموائد داخل البيوت، انظر حضرتك للعزومات وللحفلات وللعائلات المجمعة كيف يكون الحال. هذا الأمر يتوقف إذا أو نمتنع عنه إذا نظرنا إلى ما قال الله جل وعلا في كتابه حينما تكلم عن عباد الرحمن، وهو يقول والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لابد فاعلا. طب يعمل إيه يا رسول الله لو كان خلاص جعان قوي؟ فحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، لقيمات. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش يأكل بقى ويترك الأمر هكذا، لا، لقيمات يقمن صلبه. فإذا أردت أن تأكل فكل ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. طب إذا كان لابد فاعلا يا رسول الله، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، يعني قسم الأمر كده، إنما هتخليهم كلهم طعام تأتيك الأمراض من حيث لا تدري، من حيث لا تدري. الإنسان لو مشى وراء هواء نفسه يعني أصابه الهم وأصابه المرض وأصابه التعب وجاءته الأمراض من كل مكان. ولذلك سيدنا جابر بن عبد الله يوما من الأيام اشترى لحما وهو راجع إلى بيته، مر على سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فقال له سيدنا عمر يا جابر ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين لحما اشتريته بدرهم، يا أمير المؤمنين لحما اشتريته بدرهم، اشتهيته فاشتريته. أنا اشتهيته فاشتريته.
فقال له سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: يا جابر، أو كلما اشتهيت اشتريت؟